السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ كلامي بذكر الله والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هتشوفوا معايا طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر. أنا المكونات معايا كيس حنة على حسب طول الشعر، فيه كيس كبير وكيس صغير. أكتر مرة هعيد وأكرر، لو حن شعري في البيت حلوة جدا حنة 5 خمسات، ومعايا معلقة كبيرة مايونيز. مايونيز طبعا في نشا، النشا بيساعد على فرد الشعر، وفي خل، الخل بيثبت اللون، وفي بيض، فده كله كويس يعني للشعر. وبرضه هنحط بيضة. ومعانا النهاردة هنستخدم الكركديه، ده كركديه انا نقعه من امبارح وكمان غليته النهاردة، فهو بس لازم يدفع، انا بستخدمه دافي. عجن الحنة لازم يكون مية دافية، او اللي هنعجن بيه يكون دافي يعني. ومعايا المضرب الصغير ده، هنبدأ بسم الله. هنفضي محتويات الكيس كله زي ما انتوا شايفين. هحط مع البيضة بسم الله، وهحط معلقة المايونيز، وهحط الكركديه تدريجيا. خلي بالكم عشان هو بس خداع يعني، زي العجين بالظبط. هعجن كل المكونات مع بعض زي ما قلت لكم يا بنات قبل كده. طريقه والحنه عامه سنه، ممكن على فكره الشباب كمان يحنوا شعرهم، بس اكيد مش لون احمر يعني بني. طريقه غسلها زي ما قلت لكم قبل كده، لو انتم مش هتغسلوها بالطريقه دي يبقى بلاش تحنوا شعركم افضل، علشان الحنة بتنشف الشعر. انا بغسل شعري عادي جدا اول يوم من الحنة، ما بحطش عليها ولا شامبو ولا بلسم ولا اي حاجة، بغسلها كويس جدا 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 بمية دافية شوية يعني سخنة شوية. وبعد كده قبل ما بقفل المية بغسلها بمية ساقعة عشان تقفل المسام، وبعد كده عشان المية سخنة قوي بتساعد على افراز الدهون. وبعد كده بحط عليها الحنة، سوري، بحط بغسل شعر عادي وبنشفه اول يوم كويس. تاني يوم بحط عليه خلطة زيوت، اي زيوت تعجبكم، اي زيوت عندكم تعملوها، خلطة زيوت تكون مغذية للشعر. تغسلوها بعد كده بالشامبو والبلسم، كويسة جدا، ولا كأني حنت شعركم، ولا تحسوا خشن، ولا تحسوا ملمس وناشف. والله عن تجربة، انا عامة بحن شعر على طول. عجنها وارجع لكم. اهو كده خلصت معايا الحنة. هسيبها في البوتاجاز، في فرن البوتاجاز يعني، او في اي مكان لمدة ساعتين. طبعا انت عارفين انا بعملها من بالليل يوم الاحد، عشان اروح يوم الاثنين اضحك على ماما واعملها عندها عشان اغسل شعري في الحمام عندها. انا اصلا ما بعرفش احن شعري بصراحة يعني، ف هم هناك بيحنوه للبيت بقى. بس يا بنات كده خلصت معانا الحنة باللون الأحمر. يا رب تعجبكم فيديوهاتي، ما تنسوش تدعموني بشير ولايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.